طب ايه رايكم احنا سجلنا كده زي تقرير مع اللاعبات، مجموعه من اللاعبات بيقولوا رايهم عنكم او بيديكوا رساله، نشوفوا ونرجع لحضراتكم تاني. طبعا آية خالد وهانيا من اللعيبة المميزين في الدوري المصري عامة، ولعيبة انضموا أكتر من مرة للمنتخب الوطني ولعيبة على مستوى عالي يعني، وإن شاء الله يكونوا إضافة لينا، وهم إن شاء الله يعني هيندمجوا معانا بسهولة يعني، بما إن هم عارفيننا طبعا من المنتخب بقالنا فترة كتير مع بعض، ويعني هم عندهم دايما طموح المكسب وروح النادي الأهلي، فان شاء الله هيكونوا اضافه كبيره لينا يعني ان شاء الله. طبعا برحب بيهم جدا، هم صحابي من زمان من المنتخب يعني بقى لنا اكتر من 7 سنين صحاب، فطبعا انا مبسوطه جدا ان هم جم وشاركوا معانا يعني هنا في النادي، واتمنى لهم طبعا ان هم يعني ياخدوا معانا ان شاء الله كل البطولات ويكونوا مبسوطين يعني ان شاء الله. طبعا هم صفقتين كويسين قوي واضافه لينا كبيره قوي، هم لاعبتين الاثنين دوليين، واحنا كنا محتاجين فعلا 2 في المركز ده، واحنا عندنا السنه دي في بطولات هنشارك فيها كتير، فهنكون محتاجين لعيبه اكتر، ولازم يكون احنا عندنا في الاهلي لازم يكون المركز مثلا سواء بقى ضاربه او كذا بيكونوا كلهم لعيبه كلهم دوليه على مستوى واحد كله بينافس بس. فالحمد لله يعني صفقتين اضافه لينا كويسين، وان شاء الله نعمل موسم كبير السنه دي وهنشارك في كل البطولات ان شاء الله. طبعا هم اضافه كبيره جدا للفريق، وان شاء الله السيزون ده هيكون مميز، هنشارك في بطولات اكتر، فهيكون أصعب من اللي فات، فهم إضافة كبيرة لينا، وإن شاء الله ربنا يوفقهم معنا في السيزون كله من أوله، وهناخد كل البطولات إن شاء الله. هانيا وآية من أحسن اللعيبة موجودة في مصر، وإن شاء الله يبقوا صفقتين كويسين معنا، وإن شاء الله يعملوا معنا سيزون كويس إن شاء الله. طبعا احنا هانيا وآية معنا في المنتخب، واحنا كلنا يعني مش اول مره نلعب مع بعض، طبعا احنا مبسوطين ان هم موجودين معانا، وان شاء الله تبقى اضافه كويسه للفرقه الفتره اللي جايه ان شاء الله. تعاقدنا مع آية خالد وهانيا خالد برضو، لعيبه نادي الشمس من الناس المميزين جدا في الدوري الممتاز، وطبعا نادي الشمس نادي محترم، نادي كبير، سمعته كويسه جدا في دوري السيدات. آية لعيبة منتخب مصر ومحققة ما شاء الله مستوى كويس جدا، كنا مكلمينها السنة اللي فاتت وما حصلش نصيب، كلمناها السنة دي ويعني ظبطنا معاها الكلام تيجي مع فرقة كبيرة، فرقة محترمة طبعا زي بعتاد الأهلي، وهي اقتنعت والحمد لله كانت معانا. وهانيا كانت في برضه بينا معاها كلام، محتاجين حد يبقى برضه موجود، عندنا سهيلة سافرت فمحتاجين حد تاني، كلمناها والحمد لله خلصنا معاها. الاتنين صفقتين ما شاء الله بصراحة مميزين يعني.